سعيد علي، أهلا بك. صباحك سعيد زميلتي فريال. إذن علي، ما هي أبرز المحاور التي ستكون على طاولة وزراء خارجية هذا الملتقى؟ نعم زميلتي فريال، هناك العديد من المحاور والملفات ستكون هنا على طاولة وزراء خارجية شمال دول أوروبا وإفريقيا. هذه المؤتمر الذي ينعقد هنا في الجزائر في دورتها 20 بعدما استلمت المشعل من هلسنكي الفنلندية في دورتها 19. اختيار الجزائر لهذا الملتقى ولعقد هذا الملتقى 20 في دورتها 20 جاء إزاء إسهاماتها الدبلوماسية التي عرفتها السنوات الأخيرة، إسهامات الدبلوماسية الجزائر الإقليمية والدولية. وهناك عدة محاور وملفات ستكون على طاولة هذه الوزارات. هناك لحد الآن ثلاثة محاور وملفات ستكون على طاولة وزراء خارجية شمال دول أوروبا وإفريقيا. المحور الأول سيكون حول تعزيز الأمن والسلم في إفريقيا، وهناك عدة اليوم أزمات تعاني منها المنطقة هنا في إفريقيا، الهجرة العابرة للحدود، أيضا أزمة الانقلابات الدبلوماسية، وأيضا أزمة الإرهاب الذي لطالما يعتبر للإرهاب موطئ له قدم بحدوث هذه الانقلابات العسكرية أو الانقلابات السياسية والعسكرية في دول إفريقيا. المحور الثاني ستكون هو ترقية العلاقات الاقتصادية ما بين أوروبا وإفريقيا. اليوم في اجتماع الجزائر تحاول هذا المؤتمر أو يحاول هذا الملتقى التخلص من نظرة المتلقي ونظرة المعطي، حيث لابد اليوم من شراكة استراتيجية ما بين أوروبا وإفريقيا والتخلص من نظرة، مثل ما قلت لك، التخلص من نظرة المتلقي ونظرة المعطي ونظرة المساعدة الأوروبية، بل لابد اليوم من تنمية اشتراكية أو تنمية مشتركة مستدامة ما بين الجانب الأوروبي والجانب الإفريقي. واليوم المساعدة الأوروبية لابد أن تساعد الدول الإفريقية في إنشاء بنية اقتصادية قوية لكي تنهض بنفسها وتنأى عن هذه المساعدات الأوروبية. المحور الثالث سوف يكون هو تعزيز التشاور ما بين المجموعتين الإفريقية والأوروبية، خاصة في المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. في هذا المؤتمر أو في هذا الملتقى في دورة 20 ستكون هنالك ورشة جديدة وهي ستعنى بالشباب. سيتم في هذا المؤتمر دراسة آفاق الشباب وكيف يمكن اليوم النهوض بواقع وآفاق الشباب، الشاب الإفريقي والشاب الأوروبي. زميلتي فريال، إذن علي، هل سيخرج هذا اللقاء بقرارات هامة أم هو لقاء تشاوري فقط؟ نعم، في هذا اللقاء زميلتي فريال هو لقاء تشاوري لا يخرج بقرارات، هذا ما جاء في بيان وزارة الخارجية قبل يومين، لكن هذا اللقاء جاء في ظرف حساس وجاء في ظل أوضاع سياسية يعيشها اليوم أو في ظل حالة الاستقطاب التي تسود العالم، خاصة هنا في إفريقيا، الواقع الإفريقي من انقلابات عسكرية منذ، مثل ما قلت لك زميلتي فريال، منذ قليل. هذا اللقاء لن يخرج بقرارات لكنه فرصة مهمة لتعزيز التشاور والتعاون ما بين دول شمال أوروبا ودول إفريقيا، تعزيز التشاور، كيفية إيجاد حلول وسبل لحلول لأزمات مستعصية، مثل ما قلت لك زميلتي فريال، أزمات الإرهاب، أزمات أيضا الانقلابات العسكرية، أزمات أيضا المناخ، أيضا سيكون مدرج في الملفات المطروحة على وزراء خارجية شمال أوروبا وشمال أو وإفريقيا. نحن الآن زميلتي فريال نتواجد هنا بقصر المؤتمرات، مثل ما قلت لي منذ قليل، بداية وصول هنا البعثات الدبلوماسية. سيشارك في هذا الملتقى أكثر من 30 دولة بتمثيل 20 وزير خارجية دولة، وهي مشاركة قياسية في هذا المؤتمر. الجزائر تعد مشاركة قياسية للجزائر على غرار الدورات السابقة التي عقدت منذ 2001. لقاء أو حوار الشمال والجنوب سيكون لأول مرة هنا في الجزائر منذ سنة 2001، منذ بداية انعقاد مثل هكذا مؤتمرات. إذن بداية وصول البعثة الدبلوماسية، ستكون هنالك كلمة افتتاحية لوزير الخارجية على ما أظن في حدود الساعة 11، وسوف يكون يوم غد إن شاء الله لقاء صحفي ما بين وزراء الخارجية، هذا المؤتمر ما بين الصحفيين، وسوف نوافيكم بكل المعلومات والأخبار المستجدة زميلتي فريال. شكرا لك علي قريشي، مفدى شروق نيوز إلى قصر المؤتمرات، كنت معنا على المباشر للحديث عن اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا إفريقيا في دورته 20.